بقالنا فترة هنا في برنامج صوت الناس بنقدم حالات بتحتاج مساعدة وبتحتاج تدخل طبي بشكل يكون محترم ويكون لائق. عايز اقول لكم انا انبهرت بصراحة، انبهرت جدا كمان لما لقيت ان في مؤسسة في مصر بتقدم كل هذه الخدمات مجانا يعني للمواطنين كده، وبتعمل دور بصراحة محترم. وأنا سعيد جدا إن هذا البرنامج بإذن الله تعالى في صدد إن هو يعمل بروتوكول تعاون مع هذه المؤسسة، وهي مؤسسة سعاد كفافي، مستشفى سعاد كفافي. أنا معايا الدكتور عمرو البسطويسي على الهاتف دلوقتي. دكتور عمرو، الأول مساء الخير. دكتور عمرو. أيوة مساء الخير يا دكتور عمرو. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، الاول انا عايز اشكركم على المجهود بجد اللي الواحد شافه، وازاي ان في عدد كبير جدا يعني لما بنسال حتى المستشفى بتتدخل ازاي او بتتعامل ازاي، بنشوف ان لا، في طريقه محترمه جدا للتعامل مع المواطنين. بس استغربت ان الحكايه دي بتبقى مجانا يا دكتور. هو انتوا يعني متعودين ان المستشفى بتقدم الخدمات مجانا؟ هو يعني برضو خلينا اكون واضح مع حضرتك، احنا مستشفى سعاد كفافي الجامعي، احنا مستشفى التابع لكلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. تمام. واحنا وان كنا جامعة غير حكومية، لكن احنا عندنا بعد اخلاقي ووطني في التعامل مع الجزء اللي يخص الصحة. فاحنا زي اي كلية في مصر او زي اي مؤسسة جامعية، في عندنا جزء من العمل بتاعنا كبير جدا في خدمة المجتمع. المستشفى طبعا فيها جزء اقتصادي زي اي مستشفى جامعي، لكن احنا الجزء الاكبر بتاعنا الضخم جدا جدا هو الجزء الخيري. صحيح. بصراحة. وده بصراحه اللي احنا كمان مهتمين بيه هنا في البرنامج، ويمكن كان كلامي مع حضرتك امبارح ان احنا عايزين نعمل بروتوكول تعاون ما بين هذا البرنامج وما بينكم، بحيث ان احنا نقدر المواطنين اللي مش قادرين او اللي ما عندهمش قدره ان هم يقدروا يوصلوا لكم، او ان هم ما يعرفوش ان في نوع خدمه محترم كده موجود. يعني هو حضرتك طبعا ممكن هتساعد بشكل كبير انك انت المواطنين توصلهم لغايه عندنا، لكن احنا عندنا شق اخر مهم جدا جدا في عملنا الخيري، ان احنا بنروح للمواطنين. يعني احنا عندنا المستشفى الوحيده يمكن في القطاع المدني في مصر اللي عندها مستشفى ميداني، بنتحرك في جميع انحاء مصر بمستشفى ميداني، نعمل قوافل طبيه من نوع خاص جدا جدا لن تجده في اي مكان اخر. احنا بنروح القوافل الطبيه بتبقى فين يا فندم؟ بص يا فندم، احنا القوافل الطبيه بتاعتنا مش قوافل طبيه اعتياديه، احنا بنستخدم مستشفى ميداني متحرك، يعني بننقل كل خدماتنا الطبيه تقريبا على شكل مستشفى متحرك. احنا عندنا الوحيدين في مصر عندنا عمليات جراحيه على تريلا كبيره، وبعدين دي بتشكل جزء من المستطيل، بقيه المستطيل حوالي 33 خيمه. الخيام ديت منهم حوالي 21 خيمه للعيادات الخارجيه، وبعدين كل التخصصات الطبيه التشخيصيه زي الاشعه والسونار ورسم القلب ومعمل كامل وصيدليه ضخمه كبيره. الكلام ده كله بدون مقابل يا دكتور؟ يا فندم احنا في خلال 12 شهر من مارس 2017 موعد اول مستشفى ميداني عملناه لغايه مارس 2018، عملنا 11 قافلة طبية منهم 10 مستشفى ميداني، رحنا من الفيوم سنورس لغاية طرابين نويبع، مرسى علم، البحر الأحمر، بغداد، باريس، الوادي الجديد، المنشاة، سوهاج، القرن، الأقصر، بير العبد، شمال سينا، راس سدر، جنوب سينا، الأقصر تاني، إسنا، الأقصر مستشفى الأقصر العام، ثم الفرافرة في الوادي الجديد. واحنا ان شاء الله في هذا الشهر. طب التخصصات بنتكلم في تخصصات ايه يا دكتور؟ يعني الحالات عندنا حوالي بنشتغل هناك في حوالي 21 تخصص طبي عيادات خارجيه، وبنعمل كل جراحات اليوم الواحد، وعندنا غسيل كلى متنقل ومناظير جهاز هضمي ما شاء الله، صيدليه ضخمه كبيره، بنقدم كل الادويه للمرضى دول مكان. انا هديك مثال بسيط، مثلا على سبيل المثال للحصر، احنا في اسنا اللي هي مركز مدينه اسنا، دي مدينة صغيرة جدا جدا، أقرب إلى القرية منها إلى المدينة، موجودة 59 كيلو جنوب الأقصر. أيوة. عملنا فيها قافلة 3 أيام، شفنا 23,130 كشف هناك، و79 عملية جراحية على السريلا، وعملنا هناك حوالي 21 منظار جهاز ما شاء الله هضمي، و
وبعدين حولنا الى مستشفى الامه 6 اكتوبر 641 حاله. دول كانوا يستدعوا ان هم يتنقلوا؟ طبعا دول الاماكن الكبرى والمعقده مرورا بالمسالك والعظمه. طيب القافله اللي جايه امتى يا دكتور؟ لو نقدر ننزل معاكم حتى فيها نغطيها يعني. نزلنا الشرف، احنا ان شاء الله بنحتفل، احنا كل مره يعني بنحاول نشوف المناسبات الوطنيه وبدل ما نغني بس، احنا بنغني طبعا وبنفرح باي مناسبه وطنيه، بنحاول نقدم حاجه عمليه لخدمه الوطن. احنا مثلا على سبيل المثال احنا في 6 اكتوبر 2017 عملنا قافله في قريه بغداد التابعه لمركز باريس في الوادي الجديد في ضيافه اللي هو محمد زمالوط محافظ الوادي الجديد. نعم. وهو حتى قال لي احنا من هنا ورايح اي 6 اكتوبر فانتوا القافله بتاعتكم ثابته في الوادي. طبعا حاجه جميله. ان شاء الله يوم 21 ده هنتحرك كلنا، احنا عاده الفريق بتاعنا 170 فرد. بسم الله ما شاء الله. 70 طبيب، 45 تمريض، وبعدين كل الفئات الثانيه المهندسين. يوم 21 ابريل فين بقى؟ 21 ابريل هنتحرك الى منطقه الجدي في وسط سيناء في ضيافه الجيش الثالث في ضيافه السيد اللواء محمد رأفت الدش. ما شاء الله. هنعمل قافله طبيه 3 ايام ثم تنتهي على يوم 25 ابريل اللي هو عيد تحرير سيناء. هنحتفل مع قيادات الجيش بعيد تحرير سيناء وابنائنا واهلينا في سيناء، منطقه وسط منطقه طول عمرها بعيده خالص عن كل تركيز. وبعد كده هننتقل مباشره استكمالا بهذا الاحتفال الجميل بعيد تحرير ان شاء الله وتطهير سينا ان شاء الله. ان شاء الله ننزل على ابو زنيمه. اه طبعا ابو زنيمه. ثلاث ايام في ابو زنيمه هنشتغل ان شاء الله. عندنا كمان خطه طموح بعد العيد ان شاء الله هنروح تاني بير العبد شمال سينا زي ما رحنا قبل كده ان شاء الله. يا ريت يا ريت يا ريت مجهود الجيش الثالث في زيارتنا اللي قبل كده كرمنا ومنح لقب مقاتل بطل لجميع افراد فريق مستشفى سعاد كفافي، والشؤون المعنويه كانوا بينادوا علينا كده طبيب مقاتل بطل ويقولوا الاسم تمريض مقاتل بطل، ومنحونا جميعا ال 100 كنا 165 واحد. والله انتوا تستحقوا هذا لان ده دور المجتمع المدني فعلا، وده دور يعني الناس اللي عندها حس وطني وضمير وطني زي ما بنقول. وان شاء الله يا دكتور بقى احنا نمضي البروتوكول بتاعنا ما بين صوت الناس وبين المستشفى طبعاً الخاصة بيكم، وشرف لينا ان احنا يكون شريك لينا في هذا البرنامج مؤسسة محترمة زي سعاد كفافي. يتحكم في سياسات مستشفى سعاد كفافي والاهتمام بالمواطن، وفي بعد انساني كبير جدا جدا، والمريض عندنا في المستشفى حضرتك يمكن مش عارف جات لك فرصة تشوف مستشفيتنا عاملة ازاي، احنا بنهتم بالانسان الى اقصى الحدود، بنهتم باهله الى اقصى الحدود، ورؤيتنا رؤية إنسانية وطنية في المقام ده. بشكرك جدا دكتور عمرو البسطويس، وإن شاء الله الحلقة اللي جاية نكون أجيب لكم كده البروتوكول اللي اتمضى ما بيننا ما بين صوت الناس هنا في قناة المحور وما بين هذا الصرح الطبي العظيم تحت قيادة الدكتور عمرو البسطويس المدير عام للمستشفى. على فكرة أستاذ دكتور عمرو البسطويس هو أستاذ قسم جراحة القلب والصدر كمان يعني، ونائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع الطبي، فهو حد يعني بسم الله ما شاء الله يعني يمتلك من العلم الكثير الأستاذ دكتور عمرو البسطويسي. الحلقة الجاية بإذن الله يعني يوم الجمعة اللي جاية أكون طالع لكده لحضراتكم وبنزف للسادة المشاهدين هذا الخبر السار بإذن الله تعالى، أن أي حد عنده أي مشكلة طبية من خلال برنامج صوت الناس والتعاون الخاص مع مستشفى سعاد كفافي بإذن الله تعالى نقدر أن احنا نعالج عدد كبير جدا من المرضى بإذن الله تعالى.